داخل لون اسود سكر عيوني. باكه صراحه عجيبه، اسمها بوميلينو. واو، هلا، شو اخباركم؟ اليوم عندنا تجربه فواكه غريبه. لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب. يلا نبدا معاي اروى. السلام عليكم، شو اخباركم؟ اليوم نسوي تجربه فواكه غريبه. نبدا، هاي فاكهه غريبه اسمها كاكا. اسمها كاكا مثل كاكلتها، كيف شكلها؟ تشبه الطماطم بس هي فاكهه مو طماطم. اسمها يضحك، اسمها كاكا. يلا خلينا نشوفها، يلا خلينا نفتحها. تشبه الطماطم والبرتقال. البرتقال شيك على قطولي. شكلها سخن من داخل. يلا نجربه. بسم الله، يقولوا طعمها لذيذ وحلو. الحمد لله. قوة مشهورة في الصين وتايلاندا. حتى إيطاليا. صح، طعمها وايد حلو. يعني كم تعطيها من 10؟ 10 كأنها تمام. بس حلو. شوف من داخل تشبه الطماطم، قشورها في الأكل. الله، هاي اسمها وايد حلو. اسمها القشطة، فاكهة القشطة. اسمها فاكهة القشطة. كيف شكلها؟ كاكا. شكلها غريب، ولا مرة جربها. هيا خلينا نجربها. اوه يا شوف، ناعمة مثل القشطة، داخلها حبوب سوداء وناعمة طرية. يلا اوه يا جربيها، شو كيف فيها حبوب كبيرة. شو ما ريحتها. حامضة. والله حامض على نكهة صح غريبة شوي، يعني ما وايد حلو. مو عاجبني، بعطيه صفر من 10. أنا حتى صراحة ما عاجبني وايد، يعني صفر. يمكن حلوة بس مو وايد. شكل شكله في له شوك صغير ما يبين، يلسع. هاي نبتة الصبار. واو، اعطيناها عشان اخليني اطلع القصه. داخل احمر، احمر ونقاط. خلينا نطلع القصه. صبر. اوكي. لا لا لا، فيبر. خلينا نطلع القصه. غريبه. يلا اسمه التين الشوكي، في له شوك. ولا مره جربنا. غريبه صراحه. داخلها نقود. داخل حبان يخفف في شوكة. ريحتها كأنها خضار. صح، مطبخينة. بسم الله. كيف؟ حلو؟ أشوف داخل حبوب قوية. أشوف شمال خل فم شفا احمر. اشوف احمر يلون. انتي بيئة احمر يلون، حبوب قوية بس طعمه صح ابدا مو حلو. ابدا مو حلو. فيا جماعة بس اللون احلى، كأنه يعني خضرة. كأن شفتوا هذا باذنجان او كوسة؟ لا مو كوسة. كان شفت هالأحمر فجل طعم شيء. الشمندة مو صح؟ فجل يشبه طعم الشمندة. شمندة. سبحان الله، جزر لونه أسود. شوفوا كيف كلهم لونه أسود. راح أسود. ناكلهم. شو حتى من داخل، شوفوا داخل لون أسود. سكر عيوني خالص. أسود سبحان الله، أول مرة أشوف جزر أسود وداخل نقاط حمراء بنفسجية. يو
نقاط بنفسجيه. طلع حتى لون بنفسجي. ولا مره شفتها. اوه ماي جاد لون بنفسجي. اوه ماي جودنس. حلو طعمه. سبحان الله لونه اسود. يلا خلينا نجربه. ولعنا يطلع لون بعد بنفسجي. صبغ ايدي. يلا كلي. شوف فمك شتي لون بنفسجي كيف طعمه قولي لنا. يلا كلي. كنت قاعده اكل شوكولاته. حلو؟ دقيقة قولي لنا. يجب طعم الجزء؟ ايه كم سلام بنزيد. يجب طعم الجزء؟ هو داخل بحيث لون ابيض. سبحان الله اغرب جزء شفته في حياتي. يجب طعم الجزء؟ شو؟ بنفسجي صح؟ احلى من الجزء. شوف من داخل لون ابيض. من داخل لون ابيض. سبحان الله سبحان الله. شوفوا سبحان الله ابيض صح؟ لا من ها من فتح لسانك؟ من ها ايشو؟ سالب النفسجي. اعطيني اكل عشان نصير النفسجي. اعطيني يوز نصير وايد نفسجي وايد. مثل طعم الجزر بس يمكن ها احلى. لان في نكهة غريبة ريحتها احسها احلى فريش من عشا. كم تعطي من 10؟ 10 لان اللون الثاني. حبيت اكثر من الجزر العادي. شكلها بعد كله بدل الجزر العادي. اوه بنفسجي غامض. بس صراحة شيء يعني شكل فاكهة صراحة عجيبة. اسمها بوميلينو. يلا نفتحها. شكلها حلو. معناته ان عندها قشره سميكه ريحتها منعشه. انا بمسكها. داخل طعمه حامض كانه يعني برتقال. عامل ليمون خاش يا سعد. لو قشرتها سميكه منعشه. ابيض 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 كله. كيف كيف قشرتها سميكة؟ يعني ريحتها منعشة خلينا نشمها. صح كلام ريحة البرتقال منعش. ريحة البرتقال صح. يشبه البرتقال. يلا خلينا ناكله. يشبه الليمون والبرتقال. أو كنا حجمه كبير صراحة. حجمه ثقيل ثقيل كبير. أنا حسبت ليمون. يلا خلينا نفتحها. يلا نقطع. سبحان الله غريب. كم سنتر؟ يلا احنا طعمه. يلا ولا مره جبنا. حامض مر شويه. يشبه طعم الجريب فروت. اللي يعرف طعم الجريب فروت يشبهه. قشرته صراحه سميكه بس طريه. صح عيبش؟ صحكم يجربونه. كم تعطي من 10؟ هي حرقني. حامض. انا صح اعطيه 7 من 10. يلا نجرب هالفاكهه. اسمها دراجون فروت. فاكهه التنين. شكلها حلو ولونها وردي. واه تكي هاي حلوه. بسم الله. ابيض وحبوب طالع. سبحان الله لنا صح جنة. يا خلينا نجرب طعمه حلو او لا. يلا خلينا نجربه. اسمع خلينا نذوقه. داخل حبوب سوداء. شكله شكله الله يعزك. من داخل حبوب لون ابيض في حبوب سوداء. حلو طعمه. انا احبه فيه سكر. ما فيه له سكر؟ صح ما في سكر بس حلو. اسمها مانجو الذهبيه. اسمها المانجا. المانجا الذهبيه. شكل شكلها يمكن لان لونها شويه تلونت شويه قريب من اللون الذهبي يعني مو وايد برتقالي.
عارف كيف، بس اسمها المانجو الذهبي. يلا خلينا نجربه، صدق يستحق. اسم المانجو الذهبي او لا؟ كرايوني. صح شكلها هالشكل وايد حلو. اشوف يلا بتحكي وايد على الصيغ. يا خلينا نجرب. فيها بقع بنية داخل، ما اعرف البقع البنية. يلا خلينا اهم شيء نقطع. هاي طريقة التقطيع سهلة حق المانجا. ومن انا صغيرة قطعش. شو احلى فاكهة شفا عندك؟ المانجا ذهبية. المانجا نحن نقطع في الطريق بنيسش. اوه مكعبات. حلو؟ بس اللي كل مرة نشتري المانجا يعني ما في فرق؟ ها مو احلى؟ اسم المانجا الذهبي احلى؟ بس حامض شوي. ها في سكر. في سكر حلوه بس كان صح. مانجو عادي ما يستحق المانجو الذهبي ابدا. يمكن المانجو العادي احلى عنه. اصغر اناناس في العالم. اصغر اناناس في العالم. اناناس وايد صغيره. اصغر اناناس شفتها بحياتي. طريقة قطع الأناناس الفتحة بالشكل. يلا ونقطع من هني بالشكل. أحسن طريقة لفتح الأناناس. أنا لفت كباع. حلو. شوي كش. كباعتي واحد. شمي شفا. شمي ريحة الأناناس ها. وايد حلا. قوية ريحته. يلا نقطعها وبعدين نقطع بهالطريقة. يلا الحين قطع هالطريقة. أحسن طريقة لقطع الناس. يلا خلينا نجرب. أي فاكهة من هاي الموجودين هي صراحة ألذ وحدة. فيها نكهة قوية. وفيها صح وايد عصير. فيها وايد عصير. 10 من 10. انا صح بعطيها 10 من 10. انا صراحه طعمها يجنن. يلا انا ببدا بها. احلى من يمكن حتى للناس الكبير. تشوف كيف لونها اصفر فاقع. يلا خلينا نجرب هالفاكهه. خلينا نجرب هالفاكهه. اسمها لونغان. لونغان؟ تجيب شكل حبيبات. طريقة هاي فاكهة. هاي صغيرة. تحتها. شوف. يشبه الليتشي. لشتي. شفاف. لشتي. لشتي؟ لشتي؟ شفافي. لشتي. هاي ولا مرة جربناها. لشتيها. صراحة طعمها وايد حلو. صراحة بس طعمها أحلى. ليتشي أحلى منه. يلا كم تعطي من 10؟ 10 من 10. شوفوا هاي الفاكهة. هاي جافة لكن تشبه التفاح. أعطي 10 من 10. بعد 10 من 10. هاي سفرجة آخر فواكه. يلا خلنا نفتحها نشوف كيف شكلها من داخل. أبيض. ما أعرف صح. أتوقع أصفر. أصفر. شو ها؟ شكلها صراحة قوي وجاف. ما في أبدا عصير. شكلها من داخل هالشكل. أعطيني شيء. طلعت الحبوب؟ الله يشبه التفاح كأنه. بس اسمه سفرجة. يلا بسم الله. قوي. صلبة. ليش؟ استغفر الله. طعمة أعوذ بالله. مو حلو طعمة؟ لا طعمة أبدا مو حلو. 0 من 10.
زين بس لاقي في فوائد، يعني في له فوائد ومفيد للجسم. استوي وللهضم للمعدة ويقوي المناعة. في له فيتامين ضروري للجسم ويقاوم السرطانات والأمراض الخطيرة. بس راح مفيد لكن طبعا صار مو حول أبدا. هاك كان تجربة لفواكه خضار غريبة، هاي أول مرة نسويها تجربة فواكه خضار غريبة. إن شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب واكتبوا لنا في التعليقات شو أكثر فاكهة غريبة عجبتكم. عجبتني الكاكا ولا هذا ولا ها. بس ها كان في الفيديو إن شاء الله عجبكم. مع السلامة، أحبكم. باي. مع السلامة، باي.